السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن المحاضرة حول الشخص الاعتباري. من هو الشخص الاعتباري؟ نحن بحثنا في الأشخاص الطبيعيين، الآن نبحث في الشخص الاعتباري. إذا كان كل إنسان في عصرنا يتمتع بالشخصية القانونية التي تؤهله لأن يكون طرفا موجبا أو سالبا من أطراف الحق، فإن هذه الشخصية لا تثبت للإنسان وحده، بل هناك إلى جانب الإنسان كشخص طبيعي شخص من نوع آخر يطلق عليه اسم الشخص الاعتباري أو المعنوي، وهو ينشأ عن تكتل جماعات من الناس حول هدف معين كالجمعيات الخيرية، الشركات، أو تخصيص مجموعات من الأموال لغرض محدد كالمؤسسات. نحن سنحاول فيما يلي دراسة هذا الشخص الاعتباري الذي يؤلف النوع الثاني من الأشخاص أطراف الحق، فندرس مفهومه وفائدته وطبيعته القانونية ومقومات وجوده، ثم نعرض بعد ذلك الحقوق والخصائص التي يتمتع بها والتي تستلزمها شخصيته، كما نبين أخيرا أنواعه المختلفة وخاصة ما يتصل بالقانون المدني. مفهوم الشخص الاعتباري وفائدته. الشخص الاعتباري يسمى شخصا لأنه في نظر القانون بمثابة الشخص العادي، من حيث أنه يستطيع أن يكون طرفا موجبا أو سالبا من أطراف الحق، ولكنه اعتباري أو معنوي لأن شخصيته ليست حقيقية أو طبيعية كشخصية الإنسان. وتظهر فائدة فكرة الشخصية الاعتبارية التي تثبت عليها وتظهر فائدة فكرة الشخصية الاعتبارية التي تسبغ على مجموعات الأشخاص والأموال، من حيث أنها تحقق لهذه المجموعات كيانا مستقلا قائما بذاته، وتمكنها من إجراء الأعمال والتصرفات القانونية باسمها مباشرة لا باسم أعضائها أو مؤسسيها. فلو لم تكن الجمعية مثلا شخصا اعتباريا، لكان من الواجب أن تجري التصرفات باسم أعضائها جميعا، وأن ترفع الدعاوى من قبل هؤلاء الأعضاء أو عليهم جميعا، ولاختلطت أموال الجمعية بأموال أعضائها واعتبرت جزءا من زمامهم المالية، يستطيع دائنوهم الشخصيون الحجز عليها واستيفاء ديونهم منها، وهذا كله يؤدي إلى تعقيد وتشابك كبيرين في معاملات الجمعية وعلاقاتها القانونية. لا سبيل إلى تجنبها إلا بمنحها الشخصية المستقلة. فكرة الشخصية الاعتبارية تنطوي على شيء من الخطورة التي جعلت المشرع يقف اتجاه موقف الحذر والشك، ويعمل على الحد منها وتضييقها، وذلك لأن التكتلات التي تنشأ عن اجتماع عدد من الأشخاص قد تؤدي إلى التأثير في الحياة الاجتماعية، بل وفي الحياة السياسية نفسها داخل الدولة. ما هي الطبيعة القانونية للشخص الاعتباري؟ نستطيع دراسة هذا الموضوع من خلال 3 نظريات. النظرية الأولى نظرية الافتراض القانوني، وهي تقوم على الاعتقاد بأن الشخصية الطبيعية التي يتمتع بها الإنسان هي وحدها التي تعتبر حقيقة واقعة، أما الشخصية الاعتبارية فليس لها وجود حقيقي وإنما هي مجرد افتراض قانوني مفيد. فالشخص يصلح أن يكون طرفا من أطراف الحق هو الكائن ذو الإرادة، وليس هناك من كائن يتمتع بالإرادة الحقيقية سوى الإنسان. النظرية الثانية هي نظرية الشخصية الحقيقية، تقول إن الشخص الاعتباري بحسب وجوده ليس مجرد وهم وافتراض،
لا يقوم إلا بإرادة المشرع، إنما هو حقيقة واقعة تفرض نفسها على المشرع نفسه، وتعتبر موجودة من تلقاء ذاتها دون أن تنتظر منه الاعتراف بوجودها. وقد سلك أنصار هذه النظرية في تبرير هذه النظرية مذهبين، هما مذهب الإرادة المشتركة بين الأشخاص الطبيعيين، والمذهب الثاني هو مذهب المصالح المشتركة، لوجود مصالح مشتركة بين الأشخاص. جاءت النظرية الثالثة، هي نظرية الملكية المشتركة. لا تستهدف هذه النظرية إيجاد تفسير لطبيعة الشخص الاعتباري، وإنما هي تنفي وجود هذا الشخص من أساسه، وتعتبره مفهوم غير ضروري يمكن الاستغناء عنه. فبرأي أصحاب هذه النظرية، أن فكرة الشخص الاعتباري قد افترضت لكي يمكن أن تسند إلى هذا الشخص الأموال المخصصة لغرض معين. وقد بيّن أصحاب هذه النظرية أن فكرة الملكية المشتركة التي يأخذون بها في هذا المجال هي فكرة مختلفة عن الملكية الفردية من جهة، وعن الملكية الشائعة من جهة ثانية. لماذا؟ لأن الملكية الفردية يستطيع المالك أن يتصرف بأمواله، وفي الملكية الشائعة يستطيع المالك أيضا أن يتصرف في حصته الشائعة، كما يستطيع أن يطالب بقسمة المال لإنهاء حالة الشيوع والاستعاضة عنها بالملكية الفردية. أما في الملكية المشتركة فليس لأحد من المالكين شيء من ذلك. مقومات الشخص الاعتباري ووجوده. ما هي مقومات الشخص الاعتباري؟ لكل شخص اعتباري، سواء اعتبرناه حقيقة واقعة أو مجرد افتراض قانوني، مقومات لا يتم كيانه ووجوده بدونها. هذه المقومات هي: أولاً، وجود مجموعة من الأشخاص كما في الجمعيات مثلاً، أو مجموعة من الأموال كما في المؤسسات. ثانياً، أن يكون لهذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال غرض ثابت معين يتكتل حوله أفراد المجموعة، أو ترصد الأموال لتحقيقه، ويجعل من هذه المجموعة وحدة متماسكة تشكل كياناً قائماً بذاته. ثالثاً، أن تكون لهذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال تنظيماً خاص تعين بموجبه الهيئة أو الهيئات التي تمثلها وتعبر عن إرادتها وتعمل باسمها ولحسابها، وبدون هذا التنظيم لا تستطيع هذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال الدخول في الحياة القانونية وإجراء التصرفات بصورة مستقلة. نبحث الآن نشوء الشخص الاعتباري وزواله. نشوءه وزواله. إن هذا النشوء يتم العمل عليه بشكل إرادي، وهو بشكل إرادي يتبعه إعلان وشهر، ويتخلله تدخل من قبل الدولة في كثير من الأحيان. دور الإرادة في إنشاء الشخص الاعتباري، ما هو دور الإرادة في إنشاء الشخص الاعتباري؟ بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، تكون الإرادة التي تؤدي إلى إنشائها هي إرادة المشرع. أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاصة، فالإرادة الفردية هي العنصر الأساسي في إنشائها، وذلك لأن هذه الأشخاص الاعتبارية إما أن تكون عبارة عن مجموعة من الأشخاص يتكتلون حول غرض معين، أو تكون مجموعة أموال ترصد لهدف ما. وقد تسبق نشوء الشخص الاعتباري أحياناً مرحلة تمهيدية أو تأسيسية تستلزم القيام ببعض الإجراءات القانونية المؤدية لتكوين الشخص الاعتباري، وتظهر ضرورة هذه المرحلة بصورة خاصة في الشركات المساهمة، شركات الأموال، حيث لا بد فيها من طرح الأسهم على الاكتتاب الشعبي وإجراء بعض النفقات الضرورية. ويعتبر أن الأموال التي تجمع في هذه الحالة والنفقات التي تبذل تعود للشخص الاعتباري مباشرة، الذي هو في دور التكوين وتتم لحسابه. المرحلة الثانية هي مرحلة الإعلان والشهر. يكون الإعلان والشهر بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة بنشر التشريع الذي يقضي بإنشائها في الجريدة الرسمية وفقا للمبدأ العام في نشر التشريعات.
أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاصة، فيكون الشهر عادة بتسجيل هذه الأشخاص في سجلات رسمية خاصة بها بحسب كل نوع منها، مؤسسات، شركات، جمعيات إلى آخره. ويختلف مفعول شهر الأشخاص الاعتبارية الخاصة باختلاف النظام القانوني المتبع ومدى أخذه بمبدأ حرية تكوين الشخص الاعتباري أو تقييده لهذه الحرية. فبالنسبة للأنظمة التي تأخذ بحرية إنشاء الشخص الاعتباري، لا يعتبر الشهر شرطا لنشوء هذا الشخص، وإنما هو شرط لإمكان الاحتجاج بشخصيته اتجاه الغير فقط. أما بالنسبة للأنظمة التي تقيد حرية إنشاء الشخص الاعتباري، فالشهر هو إحدى الوسائل التي تحقق تدخل الدولة ومراقبتها في هذا المجال، وهو شرط أساسي لنشوء هذا الشخص واكتسابه الشخصية القانونية. المرحلة الثالثة هي حالة تدخل الدولة. إن تدخل الدولة بالنسبة لإنشاء الأشخاص الاعتبارية أمر بديهي، لأن هذه الأشخاص لا تنشأ إلا بتشريع يعبر عن موافقة الدولة على إحداثها أو على موافقة المشرع في هذه الدولة. هكذا ينشأ الشخص الاعتباري. كيف يزول الشخص الاعتباري؟ زوال الشخص الاعتباري، بما أن الأشخاص الاعتبارية العامة لا تنشأ إلا بنص تشريعي، فهي لا تزول إلا بنص تشريعي مماثل يعبر فيه المشرع عن إرادته في إزالتها وسلبها الشخصية القانونية. أما الأشخاص الاعتبارية الخاصة فتزول إما بصورة طبيعية أو بصورة اختيارية أو إجبارية. فالشخص الاعتباري يزول بصورة طبيعية إذا فقد أحد عناصره أو مقوماته الأساسية، ويزول بصورة اختيارية إذا كان مجموعة الأشخاص باتفاق مجموع أعضائه على حله، أو باتفاق أغلبية معينة منهم يحددها القانون أو يحدد النظام الأساسي للشخص الاعتباري وفقا لأحكام القانون. وهو يزول بصورة الإجبارية إما بتشريع أو بقرار إداري بالنسبة لبعض أنواع الأشخاص الاعتبارية كالجمعيات والمؤسسات، أو بحكم قضائي تصدره المحكمة المختصة في الأحوال وبالشروط التي يحددها القانون. ومن أهم الحالات التي تدعو إلى حل الشخص الاعتباري خروجه عن أهدافه وعجزه عن الوفاء بتعهداته أو ممارسته نشاطا مخالفا للنظام العام والآداب. وحين يزول الشخص الاعتباري تصفى ذمته المالية وتعتبر شخصيته بحكم المستمرة ريثما تتم أعمال التصفية. الآن ننتقل إلى حقوق وخصائص الشخص الاعتباري. نصت المادة 55 من القانون المدني، قالت: واحد، الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. اثنين، فيكون له ألف ذمة مالية مستقلة أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون. جيم، حل حق التقاضي. دال، موطن مستقل. ثلاثة، يكون له نائب يعبر عن إرادته.